أبدأ مع حضرتك في البداية باختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بعد مشاورات طبعا عدة. كيف ينظر مشايخ وأعيان ليبيا إلى اختيارات الحكومة والمجلس الرئاسي؟ أولا نحن حقيقة نرحب بهذا الجسم اللي الآن اتفقوا عليه الليبيين، نرحب به وندعو له الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في هذه المرحلة الصعبة. وحقيقة الآن الأمر مش ليس بالهين، الأمر في وضع لا يحسد عليه، لأن في تراكمات وفي خلافات وكانت في حروب، الوضع ليس الامر بالهين. ولكن في نفس الوقت الان ابتدت العمليه بالاندراج، يعني بعد وصول رئيس المجلس، وحقيقه بعد وصول رئيس المجلس هذه حقيقه خطوه مباركه، وراح ينتقل ونتمنى حتى من رئيس الوزراء لزياره المنطقه الشرقيه، يعني زياره اهله واصدقاء واصحابه، ويجي ويتناقشوا ويطلعوا بجسم شرعي يكون متفقين عليه وراعوا التكوين الاقليمي لهيكليه هذه الدوله. ونحن على استعداد، يعني على استعداد للوصول الى نتائج مرضيه، واهم النتائج هي قرارات بالانسحاب القوات الاجنبيه، القوات اللي الان هي حقيقة موجودة في أراضي الليبية، هذه الأجانب يعني المرتزقة يرجعوا من أين أتوا، هذه أهم شيء. والأهم الثاني يكون في مصالحة وطنية. ليبيا لم تبنى بالسلاح، يعني تبنى بالعقل وتبنى والمصالحة المرة، المصالحة ضروري الناس تتنازع عن بعض حقوقها لتقرب وجهة النظر، وهذه دور القبائل، يعني هذه أهم مرحلة لكي يكون الوضع، يعني يكون في ارض خاصه للاهداف اللي اتفقنا عليها في مصر وفي جمهوريه مصر العربيه، واتفقنا في جنيف. هذه الاتفاقيه ضروري يرعوها، لكن مهما نمشي ضروري يكون المجتمع الدولي راعي لهذه الاتفاقيات وراعي ومتابعه ادق التفاصيل في هذه المرحله.